ولهذا جيتم السيد المستشار صاحب الجلالة وكي جيتوا معكم الخير للعامين اللي ان شاء الله مازال خير غيجي معكم مازال. المجلس الإقليمي اليوم تنظم هذه الندوة بشراكة مع المجلس البلدي والزاوية الوزانية، وتزامنت هذه الندوة وهذا الموسم ديال الزاوية الوزانية مع الهيلولة ديال مزار بعمران بن ديوان. هاد الندوة حول التسامح نظمناها باش نوجه رسالة لجميع المواطنين في العالم بأن احنا تنقلبوا على التعايش، تنقلبوا على التسامح، تنقلبوا على أنه ما يمكنش نهائيا وتا واحد ما عنده التكليف من عند الإله باش يمكن له يفتي فتاوى مخالفة للقانون أو فتاوى يعني بناء على الهوى ديالو، لأن اللي تيحاسب هو الله سبحانه عز وجل. لا أنا فخور اليوم اللي عندي أصدقاء ديالي و السيد العامل والسيد الرئيس المجلس البلدي عطاوني الفرصة باش نشارك هذا النهار التاريخي. تاريخي عندنا اليوم الموسم ديال الزاوية الوزنية والهلولة ديال ربيع عمران بن ديوان في أسجن في نهار واحد. وهذا بحال اللي قلت هذه رسالة وزنية، رسالة مغربية اللي هي اليوم غادي تمشي للعالم كل العالم محتاجها. والحمد لله للمغرب هذا الثقافة، هذا التاريخ ديال التعايش، وخاصة العلاقة ما بين الإسلام واليهود. راه حنا عندنا هاد الفرصة باش نقولوا للعالم كله راه حنا في واحد البلاد وفي واحد الوطن اللي كيقول كاع الاخرين في العالم كله cette proximité et ce respect et cet enracinement qui nous est commun, consensuel, dans l'histoire de notre pays, dans notre société, et porté par le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, cette leçon marocaine est plus que jamais nécessaire d'être connue, d'être envoyée, d'être écoutée par le reste du monde. Et je suis très heureux en tant que citoyen marocain d'être aujourd'hui à Ouazzane.